السلام عليكم، معكم أمير. مرحبا بكم في قناة كونتريك برو. اليوم إن شاء الله جبت لكم جهاز جديد من أجل فتح العلبة. جهاز هو من شركة نوكيا، وهو نوكيا 2، أحد أجهزة نوكيا التي تشتغل بنظام الأندرويد. اليوم إن شاء الله نفتح علبة الجهاز، نتعرف على خصائص الجهاز، أيضا نتعرف على سعر الجهاز، ويبقى الخيار لكم إن كان الجهاز يستحق الاقتناء أم لا. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو. أول شيء نقوم به وهو فتح علبة الجهاز. كما ترون علبة صغيرة، يتوفر لنا في العلبة الجهاز، يتوفر على دليل المستخدم الخاص بالجهاز، ايضا يتوفر لنا على الشاحن خاص بالجهاز، شاحن قوي نوعا ما، وايضا يتوفر لنا العلبة على سماعات اذن، وهي عادية مثل سماعات الاذن الخاصة بنوكيا. اذا هاته كل ما هو موجود في علبة الجهاز. الآن ننتقل إلى الشكل الخارجي للجهاز. إذن بالنسبة للشكل الخارجي للجهاز، كما ترون جهاز نوعا ما تحسه قوي، أيضا يتوفر على سمك كبير، مثلا كما ترون جهاز سميك، وهو من المعدن، والخلف من البلاستيك. إذن بالنسبة للشكل الخارجي، من هذه الجهة نجد زر الباور وزر خفض ورفع الصوت، من الأعلى نجد المنفذ الخاص بسماعات الأذن، ونجد أيضا الميكروفون الخاص بتسجيلات الفيديو. من هذه الجهة لا يوجد شيء. من الأسفل نجد المنفذ الخاص بالشحن والداتا، وأيضا نجد الميكروفون الخاص بالمكالمات. من الأمام نجد الشاشة 5 إنش وهي HD، نجد كاميرا 5 ميجا بيكسل، ونجد أيضا السماعات الخاصة بالمكالمات. من الخلف الكوفر قابل للنزع كما ترون. من الخلف كما ترون بطارية ضخمة، ونجد شريحتين سيم، وأيضا نجد كارت للذاكرة، تستطيع وضع شريحتين سيم وكارت للذاكرة. بالنسبة للبطارية غير قابلة للإزالة. وأيضا نجد كاميرا 8 ميجا بيكسل مع فلاش، وأيضا نجد مكبر الصوت الخاص بالجهاز. هذا كل شيء عن الشكل الخارجي للجهاز. بالنسبة لخصائص الجهاز، الجهاز يتوفر لنا على معالج سناب دراجون 212، وهو معالج ضعيف نوعا ما. أيضا يتوفر لنا على 1 جيجا من الرام و 8 جيجا ذاكرة داخلية. يتوفر لنا على شاشة HD بتقنية IPS. أيضا يتوفر على كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل. الشيء الذي يميز هذا الجهاز وهو توفره على بطارية 4100 ملي أمبير. إذن بالنسبة للخصائص نوعا ما ضعيف، ولكن البطارية قوية جدا. بالنسبة لإصدار الأندرويد المتواجد في الجهاز، وهو أندرويد نوغت كما ترون 7.1.1. بالنسبة لسعر الجهاز، سعر الجهاز حوالي 22000 دينار جزائري، يبقى سعر مرتفع نوعا ما مقارنة بالخصائص الموجودة، لكن تشفع له البطارية الكبيرة المتوفرة في الجهاز. إذا هذا هو جهاز نوكيا 2 من شركة نوكيا، يبقى خيار جيد لبعض المستخدمين، خاصة لمحبي أجهزة نوكيا، وأيضا لمحبي الأندرويد الخام.
إن شاء الله يكون فيديو اليوم قد أعجبكم، وإن شاء الله نكون قد أفدتكم بالقدر الذي أستطيع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وفي حلقات أخرى، والسلام عليكم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.